ينضم إلينا الآن من مدينة كوفنتري البريطانية الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، أي تفاصيل أخرى حول ما يحدث؟ نعم، مساء الخير أو صباح الخير. حقيقة الأمر على الأقل 3 انفجارات دوت في منطقة مطار حلب الدولي، ونستطيع أن نقول بأن الاستهداف كان لمدرج المطار حتى اللحظة، ولكن في محيط المطار وفي منطقة المطار 3 انفجارات دوت في المنطقة. على الأقل 2 صاروخ جرى إسقاطهم من قبل الدفاعات الجوية التي انطلقت بكثافة من أجل التصدي لهذه الصواريخ التي يعني يرجح بأنها إسرائيلية أقله في الوقت الراهن إلى أن نتأكد بشكل قطعي، لكن الاستهداف هو لمنطقة مطار حلب الدولي. مثل ما ذكرنا هناك 3 انفجارات دوت في منطقة المطار. حتى اللحظة لا نعلم إذا ما كان هناك استهداف لمستودعات وهي منتشرة بشكل كبير جدا تابعة للإيرانيين، أو استهداف لمطار النيرب العسكري الذي يتخذ من قبل ميليشيات إيران كمقر لهذه الميليشيات. يعني تزامنت هذه الاستهدافات مع هجوم أو استهدافات لهيئة تحرير الشام بريف حلب الغربي، الأمر الذي اختلط على أبناء حلب نتيجة الانفجارات التي كانت في منطقة المطار نتيجة صواريخ خارجية والاستهدافات التي كانت من قبل الهيئة في ريف حلب الغربي. نعم، فيما يتعلق بهذه الاستهدافات لو نجمل أكثر، كم عددها خلال الفترة الماضية تحديدا منذ 7 أكتوبر لمطار حلب الدولي؟ لا، هي مطار حلب الدولي هو توقف عن استهدافه، استهدف 6 مرات على الأقل على ما أعتقد حسب ما أذكر الآن منذ الحرب على غزة إلى هذه اللحظة، لكن القضية أن مطار حلب توقف استهدافه كمطار. كان هناك استهداف للمستودعات في محيط المطار في الآونة الأخيرة، عدة مرات استهدف المطار، أخرج بعضها عن الخدمة وبعضها كان استهداف تحذيري لكي لا تهبط طائرات إيرانية في هذا المطار. طيب، يعني نريد أن نوضح أكثر أستاذ رامي إن سمحت لي فيما يتعلق بالتواجد الإيراني هناك، يعني الجغرافية فيما يتعلق بهذا المكان تحديدا. دعنا نقول بأنه إذا انطلقنا من مطار حلب باتجاه ريف حلب الشرقي والجنوب الشرقي وصولا إلى الحدود الإدارية مع الرقة، كل هذه المناطق يوجد فيها مقرات لميليشيات إيران، حواجز لميليشيات إيران وهي منتشرة بشكل كبير جدا، معامل الدفاع كل هذه المنطقة، وفي محيط مطار حلب هناك مستودعات وانتشار للميليشيات الإيرانية سواء كانت سورية أو غير سورية، فاطميون وغيرهم، وأيضا هناك تواجد لحزب الله اللبناني في هذه المنطقة. طيب، سأعود إليك في النشرات المقبلة في حال ورود أي جديد من مدينة كوفنتري البريطانية. الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.